السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نادوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكري. إن شاء الله بهذا الفيديو نسلط الضوء على البحث القيم للشيخ الفاضل الشيخ سلام العسكري، وهو يوضح معنى أو يوضح هل أهل البيت عليهم السلام يخلقون ويرزقون. كل هذه التفاصيل إن شاء الله راح نستمعها بيعني إسهاب جدا كبير من الشيخ الفاضل. لكن ملاحظة مهمة قبل أن نستعرض كلام الشيخ الفاضل سلام العسكري، أكرر أخواني أخواتي، الطرف اللي يقول بهذا القول يستغل الشباب بهذه النقطة، يقول لهم إذا الشيعي مثلا، الشيعي اللي يعبرون عنه أصولي، يعبرون عنه أصولي، يقول إن أهل البيت عليهم السلام يفصلون ويقول إن أهل البيت عليهم السلام لا يخلقون بالطريقة التي يقول بها هو، فيستغل الشباب بهذه الطريقة ويقول لهم الشيعة مقصرة وهؤلاء الأصولية مقصرة مقصرة مقصرة، ارفضوهم ارفضوهم ارفضوهم. لذلك أجيب بنقطة مختصرة، والبحث إن شاء الله الذي يتكلم به الشيخ الفاضل الشيخ سلام العسكري سيكون بحث قيم، وهو الذي يجيب على كل الإشكالات ويعطي أدلة. أجيب بنقطة بسيطة جدا أخواني، والله أخواني أخواتي، والله العلي العظيم، أكرر والله العلي العظيم، لو ثبت عن أهل البيت عليهم السلام بروايات صحيحة، بروايات صحيحة، انهم خلقوا الكون اول اشخاص، او عفوا اتكلم باسمي، اول شخص اول شخص اول شخص يقبل هذا الشيء انا. لماذا؟ لانها روايات صحيحة. فالمشكلة ليس عدم امكانية بقدر ما انه الدليل ما موجود، دليل اهل البيت عليهم السلام هم اللي نفوا ان هم اللي خلقوا، هم اللي رزقوا، هم اللي خلقوا الاكوان وخلق، هم اللي نفوا. فوالله لو اثبتوا هذا الشيء وكان ثابت عنهم لصدق ولكانت عقيدة. لذلك احنا ما نهتم للطرف الاخر شلون ينظر لنا، احنا عندما نقول ولاية تكوينية هو يشنه، لكن هل نتنازل عن الولاية التكوينية؟ هل نتنازل عن الخلق بالطريقة ان صحت العبارة من شيء لان الطرف الاخر يسخر؟ احنا ما يهمنا الطرف الاخر بقدر ما يهمنا انه احنا يكون توحيدنا توحيد صحيح. نتوجه مباشرة الان الى كلام الشيخ الفاضل سلام العسكري، لنستمع بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أيها الإخوة، شاع في الآونة الأخيرة في أوساط بعض شبابنا الشيعة الموضوع القديم الجديد، وهو هل أن آل محمد عليهم السلام يخلقون ويرزقون أم لا؟ ويحتدم قديما وحديثا الجدل حول هذه المسألة، هل أنهم يخلقون؟ هل المعصوم يخلق ويرزق أو ليس من صلاحيته ذلك؟ وإذا كان يخلق ويرزق فما هي حدود هذه العملية؟ وإذا كان لا يخلق ولا يرزق فلماذا نقرأ بعضا من الروايات على خلاف ذلك؟ طبعا أيها الإخوة، أنا أحاول هذه الليلة أن أرسم الخطوط العامة العريضة لهذا الموضوع من دون دخول في مناكفات من هنا وهناك، ومن دون تطويل زائد وحشو لا طائل من ورائه، وإنما الزبدة النافعة لإخواني وأحبابي الشباب في كل مكان. وطبعا مرحبا ويا حي هلا بالبحث العلمي في هذه المسائل، لا بأس، موضوع عقائدي لطيف جدا ومبحوث قديما وسئل عنه الأئمة الأطهار عليهم السلام، لا بأس أننا ننور معارفنا مداركنا حول هذه المسألة حول هذه النقطة. طبعا إن شاء الله راح أقدم مجموعة محاور حول هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى. أول محور، هاي قاعدة خل تصير في ذهن أي شاب شيعي ولا تنساها أبدا، هاي القاعدة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، أي معتقد، التفتوا لي، أي معتقد يضعف التوحيد في قلبك هذا المعتقد اهرب منه، اهرب من هذا المعتقد. أي اعتقاد يضعف عندك التوحيد ولو كان الثمن أي شيء إقبال التوحيد يقوى، إذا كان الثمن التوحيد يضعف هذا المعتقد حط عليه إكس. الأئمة قالوا مو أنا، التوحيد خط أحمر. لماذا؟ لأن الأصالة
في كل هذا الوجود للتوحيد، الأهمية في كل هذا الوجود للتوحيد. وأبسط دليل على هذه الحقيقة ألقاب الأئمة عليهم السلام، ما أروح لك لا يمنى ولا يسرى، ألقاب الأئمة سموا أنفسهم حجج الأولياء الأدلاء على الله، صراط حملة سر الله، مو صح لولا، مظهر أمر الله، يعني بتعبير القرآن واصطنعتك لنفسي، صنعوا لأجل غرض لغرض واحد وهو بيان التوحيد. هي هاي دورهم الأول والأساس والرئيس في الخلقة كلها بيان التوحيد الخالص لله عز وجل. فهم الطريق إلى الله، من أراد الله بدأ بكم، يعني كل شيء، كل شيء في الأئمة، كل شيء في الأئمة عليهم السلام يرجع يصب لصالح التوحيد، لتقوية التوحيد. واضحة الحقيقة هاي إخواني ولا؟ توحيد للصدوق، كتاب التوحيد للصدوق، أنصح المؤمنين مرارا وتكرارا باقتناء هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب، مطالعة هذا الكتاب، قروه من ألفه إلى يائه، روايات آل محمد الواردة في التوحيد. شوفوا سولفوا أئمتكم عن التوحيد، ثواب التوحيد، ليش الله عز وجل ما يعذب الموحد، الموحد الصدق يعني الخالص، توحيد خالص، لن يعذبه الله بالنار سبحانه وتعالى. من جملة هاي الروايات يقول إمامنا الصادق، الرواية عن عبد الله بن أبي يعفور عن إمامنا الصادق سلام الله تعالى عليه، قال: نحن العالمون بأمر الله. التفت، احنا يقول بوابة للتوحيد، نحن العالمون بأمر الله، التفت، بنا عرف الله وبنا عبد الله، ولولانا لم يعبد الله، يعني حق عبادته. يعني احنا شغلتنا وظيفتنا جذرنا الأساسي، أصل وجودنا، أصل بقائنا، أصل دورنا، احنا بوابة للتوحيد. فإذا يجي واحد يطيك فكرة أو رأي أو معتقد على أساس أو على حساب يضعف التوحيد بقلبك، وكل واحد دليله قلبه، أي فكرة ضعف التوحيد، هاي الفكرة إذن أنت فاهمها غلط. واضح إن شاء الله شباب؟ معناتها الفكرة أنت افتهمتها صحي وغلط، غلط. ليش؟ لأن ضعفت التوحيد بقلبك، أنت ميزانك قلبك، شوف نفسك، قوة التوحيد فكرة صحيحة، ضعف التوحيد شبيه الفكرة هاي، مو الرواية غلط، لا فهمك كلها شبيه غلط، فهمك كلها خطأ. ليش؟ لأن ضعفت، تحس بقلبك، تحس أنه قلبك ضعف بيه التوحيد، خطأ. إذا هاي فكرتك غلط، قولها غلط، مشطوب عليها بال، محكوم عليها بالبطلان، أكس هذا حط لي أحسنت، انتهينا خلصنا. هاي هذا المحور الأول. المحور الثاني إخواني التفويض، نقول التفويض، الله عز وجل فوض للأئمة يخلقون ويرزقون. إحنا قبل ما نحسم هاي النقطة نجي لكلمة التفويض. التفويض بمعنيين، بيش قد معنيين. المعنى الأول ما بخلاف بين الشيعة، شنو هو المعنى الأول للتفويض؟ خلاف ما بي، أن الله عز وجل فوض للمعصوم في أمر الدين، فوض للمعصوم في أمر الدين، فوض لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله في أمر الدين. زين، فالله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر مفوض للنبي صلى الله عليه وآله. الرواية عن إمامنا الصادق عن إسحاق بن عمار في الكافي، الرواية موجودة، واحدة من الأدلة يعني، وإلا روايات كثيرة في هذا الباب، أنا أجيب على كل موضوع رواية ندلل عليها يعني، ولا تأخذ الوقت كله. عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول: سألت عن التفويض، قال الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، فلما انتهى به إلى هذا فوض له أمر دينه فقال: ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه
فانتهوا. ولذلك عندنا كل شهواي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو شرع شرائع وبعدين نزل القرآن قال هاي ثبتوها. زين، النبي من عنده ضاف أشياء للدين الله عز وجل قال هي هاي خلوها. يعني أول ما تشرعت الصلاة 2-2، ركعتين الصبح، ركعتين الظهر، ركعتين العصر، ركعتين المغرب، ركعتين العشاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا للأنعم اللي الله عز وجل أنعم بها عليه، وهذا عندنا يعني في الروايات سنة وشيعة، حتى في كتب السنة أنا قاري بعض الروايات أنه بعض الركعات أضيفت شكرا من رسول الله على نعمة علي وفاطمة، هذا في مصادر السنة موجود. فكل زيادة في الصلاة على الاثنين، زيادة على الاثنين هاي من رسول الله صلى الله عليه وآله شكرا لنعمة من نعم الله عز وجل، شكر. زين، وثبتت الله عز وجل قال هاي أيضا فريضة وواجبة وما نتنازل عنها إلا في السفر مثلا، تقصر ما عدا المغرب، الرباعيات تقصر. زين، في صلاة الخوف، في صلاة السفر تقصر، اللي هن اللي ضافن النبي طبعا يطيحن مالات الإله لا إله إلا هو لا ثابتات، يبقى ذن دائما وياك أبدا ما يسقطن. شاهد الحال، شاهد الحال. فالتفويض، التفتوا لي المعنى الأول للتفويض شنو قلنا؟ تفويض في الدين، يحرم يحلل، الله عز وجل انطاه هاي المساحة وهاي الصلاحية، وعلى هذا أدلة كثيرة طبعا ومناقشات أيضا، أنه هذا التفويض للنبي يعني التشريع اللي يجيبه النبي صلى الله عليه وآله هو سابق للقرآن، القرآن أصلا مدكوك في صدره وفي عقله، فمن يحكي قبل ما تنزل الآية؟ القرآن أصلا في صدره، الله عز وجل أطلعه على هذا الحكم، يعني نكت هذا الأمر في قلبه وتفصيل. لكن بشكل عام الرأي المستقر، الرأي الواضح، أنه عند النبي صلاحية، عند المعصوم بشكل عام عنده صلاحية أنه مفوض له في أمر الدين، مفوض، أكو تفويض. زين، فوض الله عز وجل لنبيه في أمر الدين نصا، الروايات تقول فوض هذا لرسول الله. هذا يا محور الثاني، لا الثاني، المحور الثاني. المحور الأول قلنا أي شيء ضعف التوحيد إيش بيه؟ أكس، لازم يقوي التوحيد مو يضعفه. هذا المحور الثاني معنى التفويض. أكو معنيين للتفويض، المعنى الأول اللي هو التفويض في الدين إيش بيه؟ ثابت. المحور الثالث، المحور الثالث الخلق، من نقول المعصوم يخلق أو المعصوم ما يخلق. الخلق شنو معنى الخلق؟ إلى ثلاث صور. الخلق إلى شقد؟ ثلاث صور، بعضهن يصير وبعضهن شبيه ما يصير، اثنين يصير، صورتين يصيرن، صورة ثالثة شبيهة ما تصير، لا للنبي ولا لأهل البيت ولا لأي بشر أو مخلوق قط. الروايات قالت هذا خاص بس برب العالمين. صورة الثانية راح أذكر، أولى ثانية ثالثة، الأولى والثالثة يصيرن، الثانية ما تصير بحسب الروايات. الصورة الأولى للخلق اللي هي الخلق من مادة خلقها الله عز وجل، هذا يصير. مثل إيش؟ مثل عيسى ابن مريم عليه السلام. عيسى ابن مريم خالق ومو خالق؟ خالق بيا معنى، بهذا المعنى الأول، وإذ أخلق لكم. منين 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 شبابنا الأخير؟ من الطين، مو من العدم. منين خلق؟ الطين موجود، مادة الله خالقها عز وجل، فهو اجى شكل هذا الطين ونفخ فيه فتحول الطين الى من؟ الى طير. او عصا موسى عليه السلام، كايتين خشب، اضرب بعصاك البحر فشنو صار؟ فلق. او عفوا القي عصاك فاذا هي ثعبان، هي خشبه صارت، خلقها ثعبانا. منين خلقها؟ من العدم يوم من خشب؟ من خشب، صح لو لا؟ هذا اخواني يعني يزداد ويضعف، هذا المعنى للخالقية يزداد ويضعف بحسب
درجة المعصوم. حتى الإنسان العادي بمعنى من المعاني هم يقدر يخلق. هذا اللي يطلع لك من الخشب ومن الحديد ومن البلاستيك يطلع لك طيارة مثلا إيرباص، مو طير وكذا، أدق التفاصيل المدهشة والمذهلة فيها، زين. بس هذا يعتبر خلق من شنو؟ من عدم، اللي هو خلق من مواد موجودة. المواد موجودة، واضح إن شاء الله. ولذلك رب العالمين هذا هم الباب سامح به، فاتحة وطبيعي جدا، يقول تبارك الله أحسن الخالقين. أكو خالقين ولكن الله شبيه أحسنهم، لأن ذول الخالقين مو خلقوا من عدم، جاء خلقوا منين؟ خلقوا من أشياء موجودة الله خالقها عز وجل، فهم أجوا شكلوها صنعوها خلقوا منها فرد شيء. واضح إن شاء الله. هذا المعنى الأول للخلق. شبيه هذا المعنى باطل أو حق؟ حق، ما بي أي مشكلة. المعنى الثاني اللي الأئمة حاربوه ووقفوا ضده ولعنوا من قال به، ما رأيكم؟ لعنوا من قال به، شنو هو هذا المعنى؟ المعنى إذا قلت خالق لا من شيء، لا يخلق لا من شيء إلا الله فقط. هذا مو أنا أقوله، روايات أهل البيت الصريحة الواضحة الثابتة البينة القديمة، مو جديدة، لأن راح أقول ليش أقول قديمة مو جديدة. أكو مصادر جديدة، زين، مصادر صار 100 سنة الكتاب من تألف، أقدم من 100 سنة الرواية ما تلقى لها جذر، 100 سنة تعتبر جديدة توها، زين. لا احنا نسولف، لا الكافي مثلا، الكافي زين اللي في عصر الغيبة الصغرى للإمام الحجة عليه السلام، وين وأقدم من هذا؟ احنا نسولف هذا المستوى، الروايات الثابتة الأصيلة القديمة المروية عن ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام قالوا هذا المعنى مستحيل إلا على الله، بس الله يقدر عز وجل. ومن قال بهذا المعنى ونسبه لغير الله فهو ملعون. شوف مثلا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية بالكافي يقول لا يخلق الشيء لا من شيء إلا الله. إمامنا الرضا في عيون أخبار الرضا يقول كل صانع، هسه قلنا الصناعة مال سيارات طائرة، كل صانع فإنه يصنع من شيء قبله. بلاستيك موجود الله خالقه، الرمل السيليكون ما أدري كذا، كله موجود مكدس، أنت شغلت عقلك جمعت ذني طلعت لك طيارة أو سيارة. كل صانع فهو يصنع من شيء كان قبله إلا الله الخالق اللطيف. الرضا يقول عليه السلام إلا الله الخالق اللطيف الجليل فإنه فقط يخلق لا من شيء فقط. نص واضح للإمام الرضا يقول الخلق الإيجاد لا من شيء، إيجاد من عدم، ماكو شيء وطلع، بس الله يقدر عز وجل فقط. هاي من مختصات الله تبارك وتعالى. أي واحد ينسب هذا المعنى من الخلقة لغير الله عز وجل ولو كانوا الأئمة عليهم السلام، الأئمة لعنوه. مثال إمامنا الرضا عليه السلام في رسالة مطولة دزها لشيعته، رسالة مطولة تلقونها في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، يقول اللهم، سمعوني إخواني حكي يعني طبينا بالمياه العميقة والثقيلة، اللهم إنا نبرأ إليك من كل من نسب إلينا الخلق والرزق، نبرأ إليك كما برئ عيسى من النصارى. ملتفت؟ الرواية الثانية عن زرارة، زرارة بعد في الكافي موجودة الرواية، وعن زرارة ابن أعين أعين كيفك قراءتين، يقول دخلت على الإمام الصادق قلت له يا ابن رسول الله واحد من أولاد عبد الله ابن سبأ، عبد الله بن سبأ فهذه شخصية يعني عليها هواي حكي، زين،
متهم بتهم كثيرة على كل حال، بالانحراف عقائدي وأشياء كثيرة، عبد الله بن سبأ وعمايله. هذا من أولاده من أبنائه زرارة ينقل للإمام الصادق عقيدة ابن عبد الله بن سبأ، يقول له يا ابن رسول الله التقيت بهذا ابن عبد الله بن سبأ وكان يقول بالتفويض فيكم. الصادق عليه السلام يريد يأكد، يقول له وما التفويض؟ يعني يا معنى من معاني التفويض، وإحنا قلنا كم معنى إله؟ اثنين، تفويض في التشريع خلصنا ما عنده ما بي مشكلة. قال له وما التفويض اللي يقول به هذا ابن عبد الله بن سبأ؟ شنو التفويض اللي قصده؟ قال له التفويض يا ابن رسول الله يقول إن الله، التفتوا هاي عقيدة موجودة الآن، فكر هذا موجود في الوسط الشيعي، بعض الشيء موجود هذا. زين تجينا الأسئلة والاستفسارات والحكي وكذا. قال له فما التفويض؟ صادق يسأل زرارة، قال له فما التفويض؟ قال له يا ابن رسول الله يعتقد أن الله عز وجل خلق محمدا وعلي صلوات الله وسلامه عليهما ففوض إليهما الخلق والرزق فخلق ورزق وأمات وأحيا. وسكت. ايش قال له الإمام الصادق عليه السلام؟ قال له كذب عدو الله، كذب عدو الله، هذا عدو لله، إذا لقيته فاقرأ عليه. خاف تشوفه اقرأ له هاي الآية، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم بل الله خالق كل شيء. أكو أصرح من هاي الآية؟ بل الله خالق كل شيء وهو الواحد قهار، مو اثنين، الله الله واحد وهو الواحد القهار. هسه اخو كلام الامام واضح واضح. قال له تفويض بذاك المعنى انه الله عز وجل خلق محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهما وخلص بعد عاف كل شيء، انتهى كل شيء، هم بدوا خلقه ورزقه احيا واماتوا. قال هذا كذب، وهذا اللي يقول بهذه العقيدة عليه لعنة الله، لعنه الله. يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول زرارة، يقول من سمعت الآية وحفظتها من الإمام رحت رديت عليه، قلت له إن الله يقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم بل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يقول زرارة فوالله كأنما ألقمته حجرا أو كأنما خرس، صار أخرس، فقد الحكي، انذهل. آية طقيتها، آية وطقيتها بها، شو يقول لك يعني؟ واضح الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذن إخواني المحور الثاني، الخلق إذا كان خلق لا من شيء، المن هذا مختص بمن؟ بالله فقط عز وجل. وإذا واحد نسبة لغير الله شنو مصير عند أهل البيت؟ ملعون، كما لعن عيسى النصارى وعليه لعنة الله كما قال إمامنا الصادق عن زرارة. واضح إن شاء الله. المحور الرابع، المحور الرابع، الأئمة الأطهار عليهم السلام، الأئمة الأطهار قد يخلقون وقد يرزقون بواسطة الدعاء. في الاحتجاج للطبرسي الرواية موجودة عن علي بن أحمد القمي، أنا أتقصد أجيب المصادر وأسماء الرواة حتى تعرف تقارن، يعني ما جاي أجيب لك من كتب هسة يعني وما تعرف منين، ما لا، من مصدرها من أصولها. زين، عن علي بن أحمد القمي قال كثر اللغط في الوسط الشيعي مثل هسه اليوم، هل الأئمة يخلقون ويرزقون لو ما يخلقون ويرزقون؟ صار حكي جدال، اصعد انزل. يقول فاقترحت عليهم وجهاء الشيعة الكبار الناس المثقفة الواعية، اقترحت عليهم الروح لأبي جعفر محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري. من يعرف هذا؟ ياهو ثاني سفير الثاني للحجة عليه السلام.
يقول رحنا له أبوه عثمان بن سعيد العمري، أبوه السفير الأول، هذا السفير الثاني. يقول فرحنا له، قدمنا استفتاء للإمام الحجة عليه السلام عبر السفير الثاني، وانتظرنا شو يقول الإمام المهدي. وبعد هذا إمام زماننا صح لو لا؟ يعني المفروض هذا بعد احنا نعتبره النقاط على الحروف ما نجتازه، إمام زماننا بعد، هو هذا ولي العصر. يقول فطلع الكتاب من الإمام الحجة عليه السلام وعجل الله فرجه، قال أما بعد، خالق الأجسام هو الله عز وجل، وخالق كل شيء، لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم. أتمنى أكون واحد يعني ليالي شوية ممتدة مطولة ونسولف هنا. أرقى فلسفة جاي يقولها الإمام الحجة عليه السلام، ليش الجسم ما يقدر يخلق؟ ليش اللي حال في جسم ما يقدر يخلق؟ مو أنا لأقول إخواني، يعني رجاء هذا هم كلش يعني بلوى جاي نبتل من بعض الأنصاف المثقفين وأنصاف المتعلمين، ما أرد أقول جهلة، لا أنصاف متعلمين. هاي لما نجيب له رواية يقول لك يا كذا من عندك، يا ما شلون هذا فهمك هيك شيء، ما ليش تهاجمني إخوات، هاي رواية احترمها، احترمها، هذا تراث آل محمد عليهم السلام، تراث أهل البيت. إذا عندك قدرة ولياقة تجمع بين تراث أهل البيت اللي في ظاهرة متناقض وتطلع لنا صورة ما متناقضة، والله على راسي خليك. أما هاي الطريقة روايتك ما تعجبني فروايتك وانت باطل، هاي الرواية تعجبني هي ومصدرها وكتابها على راسي. هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ شنو هاي الانتقائية هاي؟ ما له معنى هذا الحكي، هذا مال مزعطة، سامحوني هاي الكلمة يعني شوي ثقيلة على المنبر وأيام محرم، بس ماكو أليق بتوصيف هذه الحالة من كلمة مزعطة والله العظيم. زين، فالإمام يقول له الأجسام ما يخلقها إلا الله عز وجل، لأنه لا جسم ولا حال في جسم. اسمع شو يقول له، وأما الأئمة الأطهار فإنهم يسألون الله فيرزق ويسألون الله فيخلق. افتهمنا. إذن الأئمة عليهم السلام بمعنى من المعاني عندهم قدرة أن يخلقوا بالدعاء، اللهم اخلق كذا. يقول والله عز وجل يستجيب دعاءهم إعظاما لأمرهم وإجلالا لشأنهم وإكبارا لهم. إذن بالنتيجة من الخالق؟ ولكن بطلب منين؟ من المعصوم، طلب دعاء، طلب دعاء. هذه إخواني الخطوط العامة والواضحة المنتقات من روايات أهل البيت عليهم السلام، والله أعلم وأعلى وأجل وأبصر في هذه المسألة، في مسألة هل يخلقون أو لا يخلقون. نحوصل المطلب حتى نختمه في هذه المسألة، يخلقون لو ما يخلقون. أولا، أي عقيدة أي معتقد يضعف عندك التوحيد، شبيه هذا المعتقد علي أكس، هاي واحد، هاي حقيقة كبرى وذكرنا رواياتها. ثانيا، التفويض إلى تشم معنى واحد من عدن، تفويض في التشريع منفي وثابت، ثابت عادي، ما آتاكم الرسول وجبنا رواياته. المحور الثالث، الخلق، معنى الخلق كم معنى إله، كم صورة، ثلاثة، اثنين من عدهن صحيحات وواحد شبيه ما يصح، ياه الصحيح وياه المصحيح. الصحيح يخلق من شيء خلقه الله، أخلق لكم منين؟ من الطين كهيئة الطير، تبارك الله أحسن الخالقين. التفت، هذا ما بي مشكلة. المعنى الثاني اللي بي مشكلة شنو هو؟ الخلق من أو لا من شيء، من العدم، لا من شيء، هاي أصح، لا من شيء، مو من لا شيء، لا، لا من شيء، حتى في الروايات، في لسان الروايات لا من شيء. زين، وهذا علي أدلة من الروايات ومن الآيات القرآنية، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب. الآية تتحدث مو عن الخلق من الأشياء الموجودة، لأن بعض شفت بعض الناس، أنا ذاكر هذا الموضوع يعني قديما، هاي الجزئية ذاكرها يعني في محاضرة ما أتذكر إمتى، واحد اعترض قال شيخنا إيه ما يخالف، شنو يعني قحط ما نصنع ذبانة بس نصنع طيارة،
شنو يعني قحط؟ ما نصنع ذبانة ورب العالمين نزلها بالقرآن ويتباهى بها، لن يخلقوا ذبابا، خلي الذباب شنو قحط الذباب؟ لا احنا نصنع سلاح نووي ذري كذا. هذا مو فاهم المعادلة. انت هاي الطيارة والسيارة والأجهزة الحديثة انت صنعتها لا من شيء من عدم، يو صنعتها من مواد الله خالقها، هذا مو خلق، انتبه، هاي صنعة وليست خلق، التفت. أما الذباب لو بمقدار ذبانة لا من شيء ما حد يقدر يصنعها، ما حد يقدر يخلقها، خاصة وحصرية لله هاي الصلاحية فقط عز وجل. هذا المعنى الثاني قلنا اللي هو مو صحيح. المعنى الثالث شنو هو؟ الخلق بالدعاء، هذا من مختصات يا هم محمد وآله عليهم السلام بنص الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. زين، يسألون الله فيخلق، يسألون الله فيرزق. طبعا أكو رواية في المصادر الحديثة، قلت لك مو القديمة، الحديثة اللي هي مثلا في صحيفة الأبرار محمد تقي المامقاني رحمه الله. زين، هذا قبل 100 سنة الكتاب، قبل 100 سنة، فيه رواية طبعا هو ذاكر أنه ناقلها عن عيون المعجزات، والبعض أيضا يضعف أصل الكتاب ذاك عيون المعجزات، البعض يقول هو أصلا هذا الكتاب قايل عن عيون المعجزات بس ما لقيناها هناك، قصة ما علينا. شنو هي الرواية؟ الرواية أنه في قول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فالرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول إحنا ذولا، أي ضمير نحن في القرآن، نحن نزلنا، نحن كذا، نحن كذا، هذا يقول عائد علينا، إحنا قسمنا بينهم معيشتهم. أولا الرد، قلنا هاي الرواية من كتب متأخرة ليست من الكتب القديمة، وسيان يعني شتان، لا نساوي بين هذه وتلك، ذيك كافي، ذيك استبصار، ذيك تهذيب، ذيك عيون أخبار الرضا، ذيك بحار الأنوار. زين، وأقدم بعد من هاي المصادر مختلف، ذي الزرارة، صح لو لا، أبو بصير، ابن أبي يعفور، ذاك أحد طراز رفيع عالي. زين، على كل حال، فالبعض يجاوب يقول لك هاي أنا أتوقف عند سندها، ما أقدر، اعذرني، رواية 100 سنة ما أقدر أقبلها. البعض يقول لك لا، حتى وإن تنزلنا وأردنا أن نقبلها تفهم وتوجه لصالح تلك الروايات. شلون تفهم وتوجه لصالح تلك الروايات؟ نقول مثلا على سبيل المثال أن الله سبحانه وتعالى فوض للأئمة أن يقسموا الأرزاق لا أن يوجدوا الأرزاق، وهذا ثابت حتى للملائكة، والمقسمات أمره في الذاريات، والذاريات ذروة وكذا كذا، فالمقسمات أمره، الملائكة تقسم الأمر وتقسم الآجال وتقسم الأرزاق، لكن الآجال منين؟ من الله عز وجل. الأرزاق منين؟ من الله عز وجل. فالرواية ناظرة إلى التقسيم لا إلى الإيجاد، لا إلى إيجاد الرزق، إلى تقسيم الرزق، وهذا يعني بون بين هاي المسألة، بون شاسع، هذا باب وهذا هذا موضوع، هذا موضوع ما له علاقة التقسيم بأصل إيجاد الرزق. يرزقون يعني أصل إيجاد الرزق، لا، أصل إيجاد الرزق من لدن الله عز وجل. والجواب الثاني نفس الرواية تجاوبه، نفس الرواية هي اللي في صحيفة الأبرار، الإمام الصادق عليه السلام يقول إحنا نقسم المعائش الأرزاق بإذن الله وأمر الله ومشيئته. يعني شو يصير المعنى؟ أوجدوا الأرزاق يوم موجودة وقسموها بإذن الله، موجودة وقسموها بإذن الله تبارك وتعالى. ملتفت؟ قد واحد يقول هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب بالنسبة إلى سليمان عليه السلام. هاي الآية فسرها الإمام الصادق عليه السلام في التفويض في باب التشريعات. إمامنا الصادق عليه السلام من قال له شنو التفويض اللي يقوله عبد الله ابن عبد الله ابن سبأ الزرارة؟ قال له يا ابن رسول الله يقول التفويض انه يخلقون ويرزقون يحيون يميتون. قال له كذب عليه لعائن الله، رد علي بهاي الآية. التفت، ثم التكملة على باب التفويض في التشريعات، إن الله عز وجل أدب نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فلما انتهى به إلى ذلك قال ف
فوض له أمر دينه أمر دينه فقال له ما آتاكم الرسول فخذوه. بعدين يعقب الإمام الصادق يقول وهو قول الله هذا عطاؤنا فمنن أو امسك بغير حساب. زين، على أنه حتى الولاية التكوينية لآل محمد عليهم السلام هي بابها منفصل عن باب الخلق لا من شيء. هذا موضوع، هذا موضوع ثاني. أن تتحكم فيما هو خلق الله موجود، خلقه الله عز وجل، وأنت تتحكم فيه، هذا ثابت. ولاية تكوينية لآل محمد ثابتة بضرورة التأريخ، بضرورة الروايات. زين، معاجز كثيرة شاعت وذاعت في كتب الفريقين أن لهم ولاية تكوينية على الأشياء بإذن الله وأمره ومشيئته. زين، أبو عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه في كربلاء، في كربلاء تحكم بقانون جاذبية في الأرض. زين، ثلاث مرات، مرة دم علي الأكبر، ومرة دم عبد الله الرضيع، ومرة دمه هو صلوات الله وسلامه عليه. وضع يده تحت الجرح ثلاث مرات مروية، وضع يده تحت الجرح علي الأكبر، رمى بها نحو السماء فلم تسقط من ذلك الدم قطرة. عبد الله الرضيع وضع يده تحت الجرح فلما امتلأت رمى بها نحو السماء فلم تسقط من ذلك الدم قطرة. أخرج السهم من قفاه فانبعث الدم كالميزاب، أخذ خلى إيده تحت الجرح فلما امتلأت رمى بها نحو السماء فلم تسقط من ذلك الدم قطرة. والكف الثاني صبغ بها وجهه ولحيته. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي، مثل ما استمعتم إلى هذا البحث، طبعا لظروف قاهرة جدا نشرت المقطع بشكل مقطع صوتي، وهذه تفصيلات كثيرة ما أريد أدخل بها المشاكل الفنية اللي أواجهها. على كل حال نقول إن هذا البحث الذي بينه الشيخ الفاضل سلام العسكري، أرجوكم أخواني أنتم يا من تقولون يا من تقولوا إن الله أو عفوا أهل البيت خلق ورزق وكذا كذا كذا، نقول نقطة مهمة جدا، لا تشخصن الأمور، لا تسب الرجل. الرجل قدم براهين، قدم أدلة، قدم مجموعة من الروايات، قدم أقوال العلماء، قدم أقوال الأئمة، وهذا الأهم. فلا تشخصن أنت مثلا كشاب مغرر به، كشاب مضحوك عليه، كشاب يظن أنه هذه الروايات التي قرأها والآيات القرآنية اللي قرأها أن هي هذه صحيحة، وأهل البيت هم اللي خلقوهم ورزقوهم وخلقوا الكون. لا تشخصن الأمور، لا تشخصن الأمور مع الشيخ، لأن أنا سبق أني نقلت للشيخ الشيخ سلام العسكري بعض من الردود على بعض المفوضة، نقلت وإذا بالموضوع تعليقات سب للشخص يعني بطريقة جدا 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 تقبلها مسلم فضلا عن مؤمن. فأخواني أخواتي، إذا كان الشخص على خطأ، نقول نفرض أن الشيخ سلام العسكري على خطأ، وأقوال علماء الشيعة يعني مطابق قولهم أو محاضراتهم كلها مطابقة جدا للشيخ سلام العسكري. إذا كان، لكن نفرض أن الشيخ سلام العسكري أخطأ وحاشا، نقول أنه أنت يا طرف يا آخر لا تشخص الأمور وتسب الرجل وتلعنه وتطعن به وبأهله وكذا، ناقش الروايات، ضعف الروايات، ولا تأتيني برواية لشخص مثلا روايته مثلا عام 2010 كاتب كتاب مؤلف كتاب وما تعاقده، لا، أريد الأدلة اللي تفند ما قاله الشيخ سلام العسكري حتى تكون شخص داعم أو تكون هذه المنطقة منطقة علمية. بختام الفيديو أخوان شباب الشيعة، أرجوكم تفضلا منكم اسمعوا هذه الكلمة التي ستخرج من لساني. أخواني، إحنا اليوم عندنا مثلا شخص متمكن وواصل إلى مرحلة جدا كبيرة، وأنا أقصد هنا علماء الشيعة ومراجع الشيعة. احنا ليش نترك هذه الظل الشجره التي تأوينا، التي تحمينا، التي تظلل علينا، التي ما اعرف اذا خان التعبير، ليش نترك هذه الشجره ونروح الى عاقوله مثلا في الصحراء؟ اخواني بالله عليكم، شنو اللي يجبرنا نروح الى عاقول في الصحراء، نروح الى 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 شجره باليه يابسه ليس لها قيمه، ونترك الظل الظليل الذي يعني يتمثل أهل البيت أو عفوا بأقوال أهل البيت عليهم السلام أو بعلماء عفوا بالعلماء الذين نقلوا تراث أهل البيت عليهم السلام؟ فخلينا نأخذ كلام علمائنا اللي هم فهموا رواية أهل البيت عليهم السلام وأصلوا إلى هذا أو أصلوا بهذا التأصيل وأعطوا هذه العقيدة. وأكرر والله 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 ونحن في أيام عاشوراء، لو ثبت أو لو كان ثابت عن أهل البيت عليهم السلام أنهم خلقوا الكون، خلقوا الأكوان، خلقوا وخلقوا وخلقوا،
لما ترددت لحظة بين أنه أنقل هذا الكلام وأثبت هذه العقيدة أو أنقل هذه العقيدة أو أبين أنه هذه عقيدتي. فالمسألة ليس كما يدعي البعض بأننا مقصرة، إنما نحن مع الدليل وما ما ثبت أو مع ما ثبت عنهم عليهم السلام. تحياتي للشيخ الفاضل سلام العسكري على هذا البحث القيم، تحياتي لمن شاهد هذا الفيديو للأخير، تقبلوا تحياتي واختم الفيديو، وفي أمان الله.